أنا الدكتور عباس محب الدين الأهالي من قطاع الخصيب. هذا المعمل بنيته بعد 20 عاماً من الجهد والتعب، وهو عبارة عن معمل لتصنيع آلات تعبئة والتغليف ولتصنيع الأكياس. قام النظام الغاشم بتفجير هذا المكان. لا أدري هل اعتبر هذا المعمل لتصنيع السلاح، أم اعتبره لتصنيع الإرهابيين، أم اعتبره كهدية وداع قبل يومين من تنفيذ المبادرة، مبادرة أمان. هذا المعمل رسالة إلى أمان، فلينظر العالم ما الذي فعله هذا المعمل حتى يقصف بالدبابات عن قرب بهذا الشكل. هذه الآلات كانت تطعم مجموعة من العوائل للتخفيف من معاناتهم. انظروا بأي شكل نعامل في سوريا وبأي نوع من القذائف نقصف حتى تخلف هذا الدمار. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.